السلام عليكم. في البداية أول شيء أنا سعيد جدا أول مرة لي في قطر، وشاكر لكم فعلا الضيافة الرائعة لهذا والتنظيم اللي قامت فيه ICT قطر فورم 1. أنتظر البرزنتيشن يشتغل عشان أتكلم. طيب أوكي. موضوع اليوم عن الشبكات الاجتماعية ودورها في تسويقك كمدون. إيش الفائدة أنك تكتب وما يكون في أحد يتابعك؟ لازم يكون في عندك شعبية. المدونات لما تنكتب المدونة أو البلوج حيصير في كومنتس، الكومنتس هذه تعتبر الروح حقت اللي تخلي الشخص مننا يكمل التدوين. في البداية أبغى أسأل، في أحد ما له حساب على السوشيال نتورك فيسبوك أو تويتر؟ أو أشوف إيدين، مش شايف ترى على فكرة يعني، بس جميل. طيب كويس، اليوم إن شاء الله كلكم حتصير عندكم حسابات. في البداية أبغى أبدأ بقصة طريفة. في بداية العام الدراسي لهذه السنة في أمريكا، في أحد الولايات الأمريكية، في أب وصل ابنه للمدرسة المرحلة الثانوية في أول يوم في الباحة، وصل ابنه في طيارة هليكوبتر نزله في الباحة ساحة المدرسة. طبعا الرجال تبهدل وانسجنوا، بس إيش الهدف إنه وصل ابنه للمدرسة في طيارة؟ حقول لكم ليش بس بنهاية العرض. طيب في عندكم طريقتين عشان تعرفوا السوشيال نتورك، يا أما تقروا هذه الكتب واللي بالمناسبة أنا جايب بعضها حيوزعوها لكم في الوركشوب، أو أنكم تتابعوا العرض حقي للنهاية. الكونتنت أو المحتوى حق العرض حقي حيغطي ثلاث أشياء. إيش هي السوشيال نتورك باختصار؟ بعض الحقائق عنها وكيف تستفيد منها كبلوجر. اختصار هي بالشبكات الاجتماعية أو تعريفها، ممكن ترجع لويكيبيديا تشوف كامل التعريف، بس هي باختصار مجموعة أفراد متصلين مع بعض، صلة صداقة أو معرفة أو قرابة، أو تجمع بينهم اهتمامات مشتركة سواء عملية أو علمية. هذا شكل اعتباري عن كيف أن الشبكات الاجتماعية كل شخص كونكتد بالشخص الثاني. من المهم نعرفه أنه آخر 5 سنوات صار في بومينج كبير بالنسبة للشبكات الاجتماعية، فأصبحت كل سنة تزيد 250% عن السنة اللي قبلها عدد المواقع على الشبكة الاجتماعية. طبعا لما أقول الشبكات الاجتماعية أو الفيسبوك، أنا واحد من الناس اللي ما فتحت حسابي على الفيسبوك إلا قبل سنتين، لأني كنت أعتبرها شيء سيء. في بعض الأشياء اللي كنا أتوقع عنها، أو خلينا نقول كنا نطالع على نصف الكوب الفاضي. نصف الكوب الفاضي يقول إنها الأطفال المراهقين، يعني ما هي للناس كبار. البعض يقول إنها موضة زي موضة الشعور الكبيرة وراح تختفي بعد فترة. البعض يقول إنها معدومة الثقة، لا يمكن أن نثق فيها الشخص. حتى أنه في حملات أضيفت على الإنترنت اسمها فيس أبوك، واجه كتابا بدل ما أنك تضيع وقتك في الفيسبوك. وفي حملة مؤخرا صارت اسمها I want my life back، أو أريد استرجاع حياتي، يعني بدل ما تضيع نفسك على الإنترنت روح وصير عندك شبكات اجتماعية. طبعا هنا الكلمة تم إنشائها بالكلمات أو الشعارات حقت الشبكات الاجتماعية على الإنترنت. طبعا أنا غلط والناس هذول غلط. الصح أن نطالع على نصف الكوب المليان، كيف نقدر نستفيد من الشبكات الاجتماعية. الناس تحب تتواصل فيما بينها، يقول لك في مثل سوري يقول أنه الجنة بلا ناس ما تنداس، وهذه حاجة، وصارت هذه الحاجة لها إشباع عن طريق أنه 34% الآن من المواقع اللي على الإنترنت هي عبارة عن شبكات اجتماعية، يعني أكثر من الثلث تقريبا شبكات اجتماعية. الناس تحب يكون لها انتماء، عشان كذا احنا نشجع الفرق ونلبس بشكل معين عشان نسوي نفسنا انتماء لمكان معين. لهذا السبب لو نلاحظ الان بالسنة 2008 اكبر ناس زاروا الانترنت هم فئة عمرية ما بين 35-49، يعني ما هم اطفال ولا هم مراهقين، كبار في السن اللي زاروا الانترنت في عام 2008. بالنسبة لموضوع الثقة، ويكيبيديا كأكبر موسوعة إلكترونية مجانية على الإنترنت فيها ملايين المواضيع قائمة على أفراد زي وزيك وزيد وعبيد، ما هو بشركة اللي تقوم فيها. ولو حطيت جربت أنك حطيت معلومة خطأ طبعا بالإنجليزي مو بالعربي، خلال 4 ساعات راح تصحح، يعني فالثقة موجودة فيها. أعطيكم مواقع استخدمت نكهة السوشيال نتورك زي موقع ماي سبيس وجيو سيتيز. جيو سيتيز هذول الموقعين يسووا مواقع خدمة استضافة مجانية لأي شخص. جي سيتيز استمرت، اشترتها ياهو، استمرت تنزل. ماي سبيس سوت نفس الفكره ولكن حطت اللي هي السوشيال، اللي هي كيف انك تسوق نفسك اجتماعيا، عشان كذا صارت تشوف البومينج اللي حصل. وبنفس الشيء بالنسبه للفوتو بوكيت والكوداك جاليري. كوداك جاليري هي الشركه حقت كوداك، وفرت خدمه مشاركه الصور للناس المشتركين معها.
وبرضو لما جت فوتو بوكيت صارت سوشيالي فصارت ترند عالي. التوجه العام الآن في العالم كله هو أنه كيف أنك تسوق نفسك عن طريق السوشيال نتورك. حتى شركة نوكيا بآخر 3 موديلات أو 4 صارت بدل ما كان زمان في كالندر وتاسك وبالشاشة الرئيسية صارت فيسبوك وفريندستر وماي سبيس صارت تقريتد معها. نتكلم عن فوائد الشبكات الاجتماعية. هي أداة فعالة للتسويق لأنك أنت تستهدف فئة معينة. يعني بالفيسبوك الآن لو جيت تسوي إعلان راح تختار الجنس العمر البلد، فأنت رحت وصلت للتارجت أودينس حقونك. يعني تقدر على طول توصل، أنا أبغى اليوم طلاب أبوصل لهم مسج معينة، فعلى طول تلقاهم، ما تحتاج أنك تنزل إعلان في التلفزيون وتطول الموضوع. تلقى ناس عندهم اهتمامات مشتركة بينك وبينهم، فتقدر أنك تطور نفسك وتفيدهم وتفيد المجتمع. أدافع على البناء الرأي العام زي أوباما مثلا، أنه طبعا أوباما بالمناسبة جمع حوالي 5 مليون دولار من السوشيال نتورك. بإيران قبل فترة كمان لما صار في مشكلة الانتخابات وحاجة، فصارت يعني كل حاجة تجينا عن طريق تويتر. الميزة الحلوة في الشبكات الاجتماعية أنه قلة القيود. يعني الشخص لو كتب حتى معلومة خطأ ما في أحد يسوي لها مونيتورينج، بس في أشخاص ثانيين راح يسوي لها إيش رفض. وأهم نقطة اللي هي تقليل الدخلاء على عالم التدوين. يعني أنا كنت أدخل مدونات كان واحد يكتب باللغة اللي هي العامية. أمس والله رحت على مطعم يهب المرة وعجبني عندهم المعصوب ولون الرخام أبيض وخلاص انتهت الموضوع. طب إيش المطعم؟ طب إيش المعصوب؟ ما تدري، يعني ما أعطى أي قيمة مضافة للموضوع. فهذول الناس الحمد لله دلحين يوم صار المايكرو بلوجينج زي تويتر وفيسبوك ريحونا منهم، صاروا يكتبون اليوم والله زرت مرة يهبل ومرة يموتوا وغيره. أبعطيكم الوصفة السحرية. الوصفة السحرية إنك كيف أنت تسوق نفسك كمدون. طبعا هي قوة السوشيال نتورك، قوتها بقوة الووم اللي هي وورد اوف ماوث، التوصية، التسويق بالتوصية أو بالمديح. أنا لما أجي أحط موضوع اليوم والله رحت على ICT كتر وحاسوي موضوع، فأنا نزلتها في المدونة عندي وفي تويتر. تويتر يتابعني 1000 شخص، هالألف شخص واحد ثاني سوى ريتويت يتابع 100 شخص، فوصلت 100 1100 شخص، وهلما جرى. فهي نفس الفكرة، كل واحد قاعد يسوي ريسبمت لموضوعي كأنه قاعد يسوي لي توصية ومديح. هذه من جوجل أناليتيك المدونتي الشهر نوفمبر الماضي. 30% من زوار مدونتي جوا عن طريق السوشيال نتورك. طبعا نمبر 1 اللي هي سيرش انجن، بس نمبر 2 30% عن طريق السوشيال نتورك. الفيد بيرنر برضو عدد المشتركين اللي شاركوني نفس اهتماماتي اللي هي تكنيكال وريادة الأعمال الانتربنور 750 شخص. 750 شخص مشتركين بمدونتي تجمعني بيني وبينهم اهتمامات مشتركة. طبعا ايش هذا سوالي؟ سوالي وصلني البيج رانك 5 في جوجل. طبعا كل هذا اعتمدته في أداة تسويق على السوشيال نتورك. الطريقة ببساطة وبكل بساطة، عندك مدونة سواء وورد بريس أو بلوجر عشان ما يزعلون جوجل، تسوي تفعل خدمة الRSS اللي هي الخلاصات اسمها بالعربي، إذا ما كانت مفعلة ممكن على طول تفعلها، تشبكها في الفيد بيرنر فيد بيرنر وبعدين الفيد بيرنر طبعا كل هذه بدقيقة تسويها، تشبكها بالتويتر، التويتر عن طريق خدمة اسمها فيد تويت، طبعا برضو دقيقة ومجانية. أنا قاعد أتكلم كل حاجة مجاني وبسيط. تشبكها بالفيسبوك كونكت، ونفس الشيء تشبك اللي هو الدق ويوتيوب وفليكر. إيش الفائدة؟ إيش اللي قاعد يصير هنا اللي شايفينه؟ أنا نزلت موضوع في الووردبريس الآن دايركتلي راح ينزل في الخلاصات للناس المشتركين معي عن طريق الأوتلوك أو الRSS ريدر، وراح يوصلهم الموضوع بدون ما أنا أتكلم، بدون ما أوصلهم شيء. الفيد بيرنر راح يوصل للناس عن طريق الإيميل دايركتلي. تويتر الأشخاص اللي تابعوني اللي هم حوالي 500 أو 600 شخص راح توصلهم إنه نزل محمد موضوع جديد. فيسبوك عندي حوالي 1100 صديق، برضو نفس الشيء راح يوصل لهم إنه محمد نزل موضوع جديد. كل هذا أنا ما سويت شيء، بس كتبت الموضوع وطلعت، وكل هذا قاعد يصير اوتوماتيكيا. إيش اللي الفائدة؟ زوار أكثر، زوار أكثر، يعني أنت مبسوط أكثر، مشهور أكثر زي ما أنا شفتكم اليوم. يعني ما اختاروني إلا لأنه موجود. في النهاية وين تلقوني؟ في أي شبكة اجتماعية حتلقوني على بدوي، أو دائما زي ما أقول في واحد صديقي مصري يقول باد أوي، فممكن أنكم تلقوني بدوي على طول في أي مكان. شاكر لكم استحمالي، وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.